دراسي جديد وبهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب التلاميذ ومساعدة لأولياء أمورهم، وبحضور ممثل محافظ حلبجة ومدير التربية وعن طريق مدراء المدارس، قامت شركة وشافون في محافظة حلبجة بتوزيع لوازم مدرسية وأدوات القرطاسية على 1000 طالب من الأسر المتعففة والنازحين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. أهنئ الطلبة الأعزاء والمعلمين في محافظة حلبجة وإقليم كردستان بمناسبة العام الدراسي الجديد، وأتمنى أن يمر علينا العام الدراسي الجديد بالصحة والنجاح لنتمكن من تقديم الخدمة للطلبة الأعزاء ونعوض ما فاتهم في العام الدراسي الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا. واليوم نحن هنا ونشكر وشافون حيث قامت بتقديم المساعدات لقطاع التربية في محافظة حلبجة، وهي عبارة عن 1000 حصة من اللوازم المدرسية والقرطاسية مع 5000 كمامة تم توزيعها على المدارس. ونتمنى أن تقوم الشركات والمنظمات الخيرية التي تقدم المساعدات أن تشمل أعمالها الخيرية حدود محافظة حلبجة وإيصال المساعدات للمستحقين فيها. ومديرية التربية في محافظة حلبجة أخذت كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وصلت إلى مخازن التربية أكثر من 40 مادة دراسية من أصل 90 مادة، وهناك تنسيق كامل مع تجهيزات وزارة التربية لتصلنا كافة المواد المنهجية حتى نهاية الأسبوع الجاري. ومع ذلك أصدرنا تعليمات لمدراء المدارس بتوزيع الكتب الجديدة مع كتب المنهجية المتوفرة في مخازن المدارس ليبدأ العام الدراسي الجديد في وقتها المحدد.